زمان بقى، زمان ما كنتش بحب الاغاني السينجل، لانه برضو انا بحب الالبوم لانه في اشكال كتير وبقدم للناس يعني وجبه دسمه يعني. بس دلوقتي الحياه اختلفت يعني، ما اقدرش ان انا اقعد سنتين ونص او 3 سنين بعمل في البوم والناس تفضل مستنيه. لا، الحياه بقت اسرع شويه والتفاعل مع الناس بقى اسرع وبشكل مباشر. فلا، الفتره اللي جايه هظهر بسينجل اكتر، سينجلات كتير، ولما هيوحشني البوم ممكن يعني لما ابقى ايه عامله مجموعه كبيره من الاغاني وراجعه باغاني قويه وكتير، فممكن يوحشني الالبوم واعمله.